أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
مَا